معكم، معكم منير رئيس جمعية أيادي البيضاء من مدينة سيفن، ممول الحفلات. الحفل هذا نسميه حفل حيت كما كتشوفوا العائلات والبنيات الصغارات والوليدات كلشي عاجبو الحال، وهذا هو الهدف من التنظيم من بعد هاد المناسبات باش نخلقوا شويه الفرح والسعاده على المدينه. الانشطه هذه نتمناو ان المجلس البلدي والسلطه تساعدنا على تنظيم هذا الشيء كما دارت هذا العام ان شاء الله العام الجاي، وان شاء الله يكون خير في هذه المدينه. كنخلقوا ديما باش يكون بلادي في هذه المدينه، وهذا كشكل اللي كان عريض كما كتشوفوا. اللي الحقيقه هو كنا في الاول كنتخوفوا من هذا المبادره اللي درناها، ولكن الحمد لله نجحت بالشراكه مع الجمعيه ديال المصورين المحترفين في مدينه تيفت، وصراحه كنقول انه المدينه ديما تسعى والجمعيات بعد التطورات تكون وحرصوا على التنظيم وحرصوا على بزاف ديال الاشكاليات اللي كتكون من بعد الاخوان اللي خلاونا نشجعوا ديما باش نبادروا لهذ المبادرات الجمعيه اللي صراحه هي مبادره زويونه، وان شاء الله يكون خير. تحيه لكم والجريده ديالكم ان شاء الله. شكرا. كيف كان الاقبال ديال الناس على الاقبال؟ الصراحه كتشوفوا الاقبال كثافه وحسنا اننا يكون مقدر صوت واحد باش يكون داكشي منظم وهادئ، ورجعنا الى بعض القوانين اللي طبقناها على الناس العارضين، من بينها اننا حاولنا نتفاداو ديك العماريه والهزات العماري كما تيقولوا. علاش؟ لان المصورين هما اللي عندهم المسؤوليه باش يصوروا وتاخذ لهم بعض الوقت، كما قالوا الاخوان على حرمناهم حنايا من رزقهم. الارزاق بيد الله، غير هو بالنسبه لنا حنا كمنظمين استشاره مع المكتب ديال جمعيه المصورين المحترفين من تيفت، ان الهزات تقدم الوقت. هذا هو الاشكاليه، بغيت نشرح لكم هذا الموضوع هذا اللي كان موضوع كان خلق لنا بعض المشاكل الاول مع بعض الاخوان، والحمد لله تساعدنا وخلقنا مصالحه بيناتهم ومشاوره ديال وتقبلوا الفكره. كما تلاحظون أن هناك نمط جديد لضمان استمرارية هذا الحفل اللي هو العشر الأواخر من أيام رمضان، لكي تميز تصوير الأطفال وتصوير وتنظيف الأطفال. كما كنشكروا جمعية اتحاد المصورين بمدينة تيفت ونواحيها وجمعية النوادي البيضاء الممولين الحفلات اللي كيسهروا على تنظيم ديال هذا الحفل ديال العشر الأواخر من أيام رمضان. كما كتشوفوا أنا مابقاش ديك يعني ولا نظام، مابقاش ديك الضجيج اللي كان وسط المدينة وسط الشوارع، ولا نظام وين كنخدموا وسط الشطاء، يعني هو مكان عمومي لجميع الناس اللي كيخدموا اللي كيخدموا وسط المكان العمومي هنايا. شكرا. كما كنشكروا السلطات المحلية اللي كتقوم بدوريات لعدم كون الفوضى. شكرا. Yes.
السلام عليكم اخويا، هادشي داز ويوان نيت النشاط. يا سلام للجماعة مهرجان، يا سلام من ناحية ديال اللجنة التنظيمية، ولا من السيكيريتي، ولا من جهة الأمن، ولا كل شيء. الأمور دايزة، يا سلام وعلى السلام عليكم. هادي راه جيت نجرب هادي. السلام عليكم، معك نجية النكافة من مدينة تيفلت. هذا المعرض داز زوين، نطلبوا من جمعية المصورين وجمعية أخرى ديال فيها تريتورا ودي جي، وهادي داز كلشي مزيان الحمد لله، الأمور مزيان، كاين لي سيكوريتي، الناس فرحانين كيجيو يصوروا وليداتهم، أمور الساعة غدا مزيان. حاجة وحدة اللي ما عجبتناش، نتمناو عام جاي إن شاء الله تكون مزيانة، ما يكونش اكسا ديال الدريد العمري حيت الناس كيبغيوه، هادشي اللي نتمناو عام جاي تصلح. ما كلشي الامور الحمد لله ديجا مزيانه. كي كان الاقبال ديال الناس مزيان الحمد لله، هاد العام كان الاقبال احسن من العام فايت حيت كنا مشتين. هاد العام كان الاقبال مزيان حيت كان معرض مجموع، الناس كيدخلوا كيشوفوا فين مرتاحوا كيجيو يصوروا. شنو كتقدموا للناس اللي كيجيو لهاد الميدان؟ كيخدموا معايا الدريد العمري، وكيخدموا معايا البنات اللي كيلبسوا، كيخدم معايا المصور، والناس اللي كيساعدونا باش ياخذوا لنا الماتيريال ما يمشيش وكل شيء. السلام عليكم، بغيت نشكر جمعية اتحاد المصورين، أنا عضو في جمعية اتحاد المصورين، بغيت نشكر جمعية الحفلات ديال البيضاء لمول الحفلات للرئيس ديالها منير الحسيني. كان عندنا واحد التخوف كبير من النحاس، كان عندنا شي اقبال في هذه الزرقاء هذه هنا، حيت كنا ولدنا الشارع وكذا، والحمد لله هذه الزرقاء كتبتنا واحد الاقبال مزيان، والناس تو كيصوروا كل شيء فرحان، التنظيم كاين في المستوى، وبغيت نشكر كاع المنظمة وكل شيء، وشكرا كنشكر هذا الملف التباسي هذه الحمد لله.